اسمعوا كل يوم هذا اللقاء النهاردة عشان يبقى فيه حالة من التفاعل والحوار المجتمعي حول المواد المطروحة في هذا الدستور. عملنا كلفنا بوضع دستور وضع دستور كلفنا بوضع الدستور في فترة محددة وضع في خلال هذه الفترة المحددة بل الحقيقة قبلها سلم في يوم معين سلم في اليوم المعين اليوم الأربعين والدستور الاستفتاء تحدد. إذا نحن نسير فعلا على خريطة الطريق ننفذها. أي نعم هناك فوضى في البلد، في الشوارع، في الجامعات، أي نعم هناك نوع من الاضطراب، التوتر، مش نوع من، هناك اضطراب، هناك توتر، إنما أيضا هناك مجموعات بتشتغل. الحياة بتدار بالمحليات، فإذا فسدت المحليات فسدت الحياة، فإحنا في الدستور عملنا كل، اتخذنا كل الإجراءات الممكنة لضبط الأمور. ما يتعلق بالإدارة المحلية فينتخب مجلس قروي وينتخب مجلس مدينة وينتخب مجلس أي برلمانات حتى في القرية يكون في برلمان منتخب. وقللنا السن هنا 21 سنة الشاب 21 سنة أو الشاب 21 سنة تستطيع ويستطيع أنه يصبح عضو في المجلس القروي. أنا أدعو الكل إلى قراءة الدستور وألا يكتفي بقراءة عدد قليلا، اقرا كل من كل الابواب الموجوده انكم هتشعروا بفخر ان ده هيكون دستوركم اللي هيضبط حقوقكم وهيكون وثيقه في ايديكم امام اي ظلم يقع على اي فرد او اي جماعه او اي فئه او ضمير. عندي تفاؤل كبير ان نحن في مصر نستطيع ان نعدل الصوره ان نعالج الخلل وان يكون عنوان العمل بعد هذه الانتخابات الاستفتاء والانتخابات هو إعادة بناء مصر. واللي حصل في مصر كان نتيجة إساءة إدارة الأمور، مش نتيجة عدم وجود قمح ولا عدم وجود بنزين ولا عدم وجود إساءة إدارة الأمور. كل شيء ممكن يجي وكل شيء ممكن يوفر أو ينتج بحسن إدارة الأمور. اللي حاصل دلوقتي المواطن وأسر وأولاده وشغله وصحته واستقراره وهدوءه أصبحوا مهددين. إذا في أو لابد يكون في أصل التعديل والدستور ضروري. الرسالة مش منظر في حاجات زي ما بتكلم في مجلس الشيوخ إنه ممكن جدا